السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتي بشاير، ما في أحد. شوف بنتي بشاير، روحي إلى منتدى المناقشات. أنا وضعت مذكرة، أنا أشوفها أفضل من المذكرة اللي موجودة، اللي من 100 صفحة. تهتم المذكرة كمرجع، أنا وضعتها لكم كمرجع عن الحسابات الحكومية، فروحي إلى المناقشات، سوي لها داونلود إلى أن يأتون الزملاء في منتدى المناقشات. إذا شفتيها خبريني. إيش قصدك في أسئلة شاملة دكتور؟ أسئلة شاملة وشو؟ سألتيني يا بنتي، قلتي لي أسئلة شاملة، شو قصدك أسئلة شاملة؟ مذكرة وضعتها طالبة موجودة في المنتدى. أشوف
تمام، حصلت المذكرة، أنا وضعها في منتدى المناقشات. أيضا يا ولدي عبد المحسن وبنتي مريم ذهبوا إلى منتدى المناقشات. أنا وضعت مرجع يعني أوضح لاحظته من المذكرة، هو الدكتور خالد القاضي. روحوا إلى منتدى المناقشات، وضعت لكم مرجع ممكن يساعدكم في فهم اللي هو الحسابات الحكومية، أو بالضبط كيف نسجل في دفتر اليومية في اللي هو الحسابات الحكومية. العرض جدا سهل، أسهل من اللي كان اللي هو السابق، مثل ما وضعت لكم اللي هو ال10 صفحات، هذه دي أسهل. جاب اللي هو دفتر اليومية اللي هو في الحكومة، وكيف نسجل في الدفاتر الحكومية. انتظر تطلعون عليه. فخلوا عندكم كمرجع لو تبغون الآن نشرحه بسرعة بشكل سريع. فلو كان أشكل عليكم ممكن الرجوع إلى هذا، بتلاحظون فرق ما بين المذكرة اللي كان الدكتور خالد القاضي وما بين هذا اللي موجود. عبد المحسن مريم ننتظركم. بالنسبة لزميلتكم بشاير ظهر، حصلتي اللي هو المذكرة تحت اسم الحسابات الحكومية في منتدى المناقشات. بارك الله فيك يا عبد المحسن. اللي يبدأ من صفحة رقم 19 وينتهي إلى صفحة 46.
لاحظتوا يا شباب اللي هو من 19 إلى 46، صحيح؟ طيب مريم بشاير ما شاء الله عليها، يا شباب انا بسألكم، لما يكون الاسم اي واحد الاسم موجود يكتب عليه بالاحمر اوي وبعدين يرجع، ما معناها اوي؟ انا يطلع عندي طيب يا شباب تبغى نتصفحها بسرعة؟ إيه. موجود اللي هو الحسابات الحكومية، مثل ما قلت لكم خلوه كمرجع لكم هذه، ليه؟ لأن الكتابة فيه سلسة سهلة اللي هو أيضا اللي هو الفهم، يعني حتى من غير الفيديو تفهمونها أفضل، يعني غير الدكتور خالد القاضي جاب اللي هو الحسابات الحكومية بالنسبة اللي هو الدفاتر المحاسبية، موجود عندنا اللي هو الدفتر اليومية اللي في الحكومة كيف نسجل له، مثل ما قلنا اللي هو الدفاتر من أوجه اللي هو الشبه ما بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية، ألا وهو القيد المزدوج، موجود عندنا أيضا القيد المزدوج بالنسبة إلى الحكومة، وأيضا اللي هو الدفاتر اليومية. جاب اللي هو الدفاتر المحاسبية، طبعا تقضي التعليمات المالية للميزانية والحسابات باستخدام مجموعة من اللي هو من الدفاتر، منها ما هو مرتبط ومشارك في العملية اللي هو القيدية، طبعا اللي هو التسجيل في العمليات المحاسبية، قال من واقع أوامر اعتماد صرف، وأيضا إذن اللي هو التسوية. طبعا تسمى هذه هي المجموعة بالدفاتر المحاسبية، ومنها طبعا ما هو مخصص لغرض إحصائي، يكون الإحصائيات كم صرف، وأيضا الإيرادات من أي جهات أتتنا اللي هو الإحصائي، أو لمساعدة أيضا اللي هو الدفاتر المحاسبية الأخرى. في بعض اللي هو الشروط، وإن كانت يعني شروط روتينية أو إجرائية، قال يشترط في الدفاتر المحاسبية بالنسبة إلى اللي هو الحكومة بعض الاشتراطات، أن تكون وفق النموذج والحجم، وأيضا اللي هو الشكل المحدد له في التعليمات. وتلاحظون في جميع وحداتنا الحكومية تقريبا متماثلة بالنسبة إلى النماذج الصرف أو اللي هو القبض. طبعا تطبع في ورق جيد غير قابل للتلف، وأن تكون أيضا مغلفة تغليفا جيدا، وتستعمل في تعبئة أقلام اللي هو الحبر، وأيضا يعهد بكل منها أو جميعها إلى موظف مختص، ويكون مسؤولا عن المحافظة عليها. ليه؟ لأنها تعتبر من الوثائق اللي هو الحكومية. وأيضا اللي هو سادس شيء، يمكن لاحظتوا جميع النماذج عندنا مزينة بآخر شيء مكتوب مطابع اللي هو الحكومة، يعني لذلك اللي هو الدفاتر المحاسبية في ستة، أن تطبع في مطابع الحكومة وعدم طبعها في غيره اللي بتصريح خاص من وزارة المالية.
طبعا ويلاحظ أنه لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية أن تنشأ دفاتر جديدة للحسابات، لا يجوز، أو تدخل تعديلا على الدفاتر المقررة، فهي كما هي مقررة من وزارة المالية، ولا أيضا يجوز لها أن تفتح حسابا غير مقرر قبل الحصول. طبعا ممكن، لكن لابد موافقة وزارة المالية. بعدها جاب اللي هو الدفاتر اللي هو اليومية العامة اللي في اللي هو الدولة، لا تعتبر هذه الدفاتر من أهم الدفاتر المحاسبية والعمود الفقري لها، حيث يعتبر ميزانا اللي هو الحسابات. طبعا مثل ما انتم عارفين اللي هو دفتر اللي هو اليومي فيه الجانب المدين والجانب الدائن المقسم الى عدة خانات، ايضا اللي هو يكتب اللي هو الايرادات كلها، وايضا اللي هو المصروفات، لكن بجميع اللي هو التبويبات الايرادات والمصروفات كما هو موجود في الموازنة اللي هو الدولة. بعدها جاب كيف اللي هو يسجل اللي هو، ويمكن احنا ما مرينا عليه في المحاسبة اليومية. بالنسبة للدفاتر اللي هو الحكومية صفحة رقم 21، جاب اللي هو الدفتر اللي هو اليومية، وأيضا الدفاتر الإحصائية اللي نستخدمها في اللي هو الإحصاء. قال يتم التسجيل في الدفاتر من خلال الاستمارات المحاسبية، هي نوعين، يا إما استمارة اعتماد الصرف تخصص لجميع عملية الصرف على اختلاف أنواعها، يشترط في إعدادها أكثر من الموظف، اللي هو بعض اللي هو الاشتراطات الإجرائية. أيضا موجود عندنا اللي هو استمارة إذن التسوية تختص جميع العمليات خلاف عمليات الصرف السابق، وعلى سبيل المثال فرضا المبالغ التي تحصلها الأجهزة الحكومية نقدا اللي هو استمارة إذن التسوية، أيضا المبالغ التي يتم إيداعها في مؤسسة النقد لحساب وزارة المالية، لا تنسون مثل ما مرينا على مؤسسة النقد العربي السعودي بأنها اللي هو البنك للحكومة، فالمبالغ طبعا الموازنة أنتم عارفين اللي هو من وزارة المالية، لكن المبالغ تودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لأنها تعتبر البنك الحكومة. فأيضا اللي هو أوامر اللي هو الدفع الواردة بعد إشعارات من الأجهزة الحكومية التي تفيد سحب الشيكات عنها، وأيضا أيضا اللي هو الحوالات. بعد هذا جاب اللي هو الإيرادات بشكل عام، اللي هو كيف اللي هو تسجيلها في اللي هو اليومية الإيرادات، وأيضا بعد ذلك جاب اللي هو المصروفات. الإيرادات اللي هو الأمر القبض نموذج رقم 1، جاب اللي هو النموذج اللي تلاحظونه في صفحة رقم 23، وتلاحظون تقريبا هذا اللي موجود في المصالح أو الوحدات اللي هو الحكومية، هو عبارة عن أمر صادر إلى أمين الصندوق باستلام مبلغ معين من شخص معين لغرض معين. عبارة عن أمر صادر إلى أمين الصندوق باستلام مبلغ معين، أي مبلغ هذا بالنسبة، وليكن خلينا نضرب مثال استمارات السيارات، أو فرضا اللي هو الرخص بالنسبة إلى الدولة تعتبر من ضمن اللي هو الإيرادات السيادية، فهو أمر اللي هو القبض عبارة عن أمر صادر إلى أمين الصندوق باستلام مبلغ معين وليكن 150 ريال فرضا للجوازات، أنا ما أدري كم اللي هو قيمته، إلى شخص معين لغرض معين، ويتكون هذا الأمر من جزئين كل منهما يشمل البيانات الخاصة بالمبلغ المطلوب، كما هو يعني أمور روتينية تقريبا. وأيضا اللي هو هذا بالنسبة إلى الأمر القبض، وفي موجود عندنا اللي هو إيصال اللي هو الاستلام اللي في صفحة رقم 24،
فتلاحظون أيضا تقريبا الإيصالات هذا ربما مرت إليكم نفس هذا، أيضا يختم في وزارة المالية لأنه يذهب إلى وزارة المالية. طبعا النقد يذهب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. إيصال الاستلام، يمكن تعريف إيصال الاستلام بأنه إقرار من أمين الصندوق أو المحصل باستلام مبلغ معين من شخص معين لغرض معين، ويتم تحرير الإيصال من أصل وصورتين. طبعا اللي هو الأصل يسلم للشخص وهو باللون الأبيض ظاهر، يعني اللي دفع أي شيء اللي هو للدولة بيكون عنده أو مر عليه الإيصال هذا، اللي هو الصورة الأولى وهو باللون اللي هو الأخضر ترفق بكشف المتحصلات اللي هو الصندوق، وأيضا اللي هو الصورة الثالثة باللون الأصفر. بنتي يا سميرة روحي إلى منتدى المناقشات، نزلي مذكرة مرجع، عفوا للبقية، مرجع اسمها الحسابات الحكومية، الحسابات الحكومية هي قلت يا سميرة. أنا فقط يعني أعطيكم فكرة عن، لأن كمرجع يسهل لكم اللي هو الفهم في التسجيل في الحسابات الحكومية وفي اللي هو اليومية، فأخذوه هو كمرجع. دورة اللي هو التحصيل، أيضا قيد المتحصلات في اللي هو الإيرادات، هذا اللي يهمنا. تلاحظون وياي، أنا في 25 قال يتم تحصيل الإيرادات عن طريق صندوق الوحدة الحكومية. طبعا الوحدة الحكومية مثل ما قلت لكم ربما تكون وزارة أو ربما تكون هيئة أو تابعة طبعا اللي هو للدولة، فيتم تحصيل الإيرادات عن طريق صندوق الوحدة الحكومية أو عن طريق مؤسسة النقد مباشرة، بعض الوحدات إلى مؤسسة النقد مباشرة باعتبارها المقر الأخير طبعا للإيرادات، فالدراهم والنقود ولا كلها تذهب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، لأنه هو مثل ما قلت لكم بنك البنوك، يعني بعضهم يسمي البنك المركزي بنك البنوك أو بنك الحكومة أو فعندنا احنا بالنسبة في دولتنا اللي هو مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها المقر الأخير للإيرادات. طبعا مؤسسة أو وزارة المالية، وزارة المالية هي اللي تعنى بإعداد الموازنة والميزانية، لكن بالنسبة إلى المتحصلات من الإيرادات كلها توضع في مؤسسة النقد العربي السعودي. وفيما يلي القيود الخاصة بإثبات الإيرادات المحصلة في طريق، في موجود عندنا الإيرادات المحصلة عن طريق الصندوق. طبعا بعد استيفاء المستندات المطلوبة يتم إثبات المتحصلات الصندوق. تلاحظون وياي نفس اللي احنا سجلناها أيضا في دفاتر المحاسبة المالية، تلاحظون من حساب اللي هو الصندوق، فحساب اللي هو الصندوق هنا هو الذي أخذ، فهو الذي مدين إلى حساب اللي هو الإيرادات. دائما اللي هو الإيرادات حتى في المحاسبة المالية أول ما تبدأ تكون دائنة إلى حساب اللي هو الإيرادات، حساب الإيراد المختص. جاب مثال أعطيكم بس أمثلة يعني بسيطة، قال فرضا قام أمين الصندوق بالإدارة العامة للمرور عند الإدارة المرور بتحصيل مبلغ 7000 ريال. 7000 ريال هذه عبارة عن 3000 ريال مقابل إصدار رخص سير، وأيضا 4000 ريال مقابل إصدار رخص قيادة. هذا بالنسبة إلى الدولة ووزارة المالية تعتبر من ضمن اللي هو الإيرادات. كيف تسجل؟ فتثبت هذه العملية بالقيد من حساب اللي هو الصندوق هو الذي أخذ فهو المدين طبعا إلى حساب اللي هو الإيرادات اللي هو 7000، لكن
فصل وش اللي هو 7000، فقال بالنسبة ل 7000 هي عبارة عن حساب رخص السير، وأيضا لو تلاحظون وضع اللي هو الرقم التسلسلي اللي موجود في وزارة اللي هو المالية تحت 8801، وأيضا اللي هو رخص القيادة 8803، فجميع اللي هو الإيرادات بجميع أنواعها واضعين لهم اللي هو الأرقام. بالنسبة للإيرادات محصلة عن طريق مؤسسة النقد، يعني من الوحدة مباشرة إلى مؤسسة النقد عند إيداع الإيرادات مباشرة في مؤسسة النقد. طبعا يستخدم حساب جاري وزارة المالية في قيد اللي هو الإيرادات المودعة من قبل الجهة الحكومية، حيث يكون مدينا بإجمالي مبلغ الإيرادات جميعها، باعتبار أنه ليس هناك علاقة، حط خط حتى ليس هناك علاقة بين الوحدات الحكومية ومؤسسة النقد، فلذلك يوسط حساب اللي هو يسمى حساب جاري وزارة المالية. طبعا بعد وصول إشعار الإيداع إلى الجهة الحكومية تقوم إثبات القيد من حساب جاري وزارة المالية إلى حساب الإيرادات اللي هو الحساب المختص، ويكتب اللي هو الحساب المختص. الأسئلة توضح الفكرة أكثر. توضح الفكرة في الأسئلة، فعلا الأسئلة تكون واضحة أفضل. طيب لو قلنا فرضا اللي هو سؤال المثال هذا، بافتراض أنه ورد في إلى الوحدات الحكومية إشعار يفيد بإيداع 32,000 ريال في مؤسسة النقد، عبارة عن قيمة رجيع يعني ما الأثاث أو كذا رجيع تم بيعه لصالح الوحدة الحكومية. طبعا لما يكون الأثاث تابع لي اللي هو الدولة، ثم بعد ذلك تخلصنا منها أو رجيع أو كذا، طبعا الأموال هذه المفروض أن تودع في اللي هو وزارة المالية، فيكون إثبات هذه العملية بالقيد الآتي: من حساب جاري وزارة المالية، ما قلنا اللي هو الصندوق لأن الآن أصبح إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى حساب اللي هو الإيرادات مبيعات حكومية واضعين لها الكود اللي هو 9002، أيضا لو تحويل مبلغ من الصندوق إلى مؤسسة النقد. لما نحول مبلغ من الصندوق إلى مؤسسة النقد تقضي تعليمات وزارة المالية بأن يلتزم أمين الصندوق بتوريد النقدية المحصلة إلى مؤسسة النقد أو فروعها الموجودة أو أحد البنوك، ربما غير موجود عندنا اللي هو بعض المناطق غير موجود مؤسسة النقد، فربما يكون عن طريق أحد البنوك، ويثبت هذا الإجراء بالقيد الآتي: من حساب جاري وزارة المالية إلى حساب الصندوق. أيضا لما يكون هناك تغذية اللي هو الصندوق، ما معنى التغذية؟ قال المبالغ التي يمول بها الصندوق في بداية السنة المالية، وذلك لصرف الحوالات المسحوبة عن الصندوق، ويتم إجراء تغذية جديدة، فكلما قارب التمويل السابق على انتهاء يثبت اللي هو التغذية بالقيد هذا. فنقول من حساب اللي هو الصندوق إلى حساب أوامر الدفع، وسوف يتم توضيح ذلك. طبعا أوامر الدفع موجود أيضا بعد ما انتهينا اللي هو المصروفات، كيف اللي هو أيضا يسجل بعد ما انتهينا من الإيرادات، كيف نسجل اللي هو في المصروفات؟ المصروفات في مستندات اللي هو الصرف، أمر اعتماد الصرف، حيث يعتبر هذا المستند هو الأصل في إثبات عمليات الصرف. في الإجراءات الروتينية أو النماذج، يعني ما ندقق فيها، في موجود عندكم في صفحة 28 اللي هو بعض النماذج اللي هو بالنسبة إلى عمليات الصرف، وأيضا له أمر الدفع موجود عندكم في صفحة رقم 28 وأيضا 29 وأيضا اللي هو 30، أيضا دورة اللي هو الصرف.
وإثبات عمليات الصرف في صفحة رقم 32، صرف مبلغ أقل. طبعا وزارة المالية وضعوا سقف اللي هو 20,000 ريال لفوق أو الأقل، صرف مبلغ أقل من 20,000، فإذا أرادت اللي هو المصلحة أن تدفع مبلغا ما يقل عن 20,000 فإنها تحرر أمر اعتماد صرف للحصول على اعتماد صاحب الصلاحية بموافقة صرف المبلغ، وبناء على هذا تحرر حوالة فقط اللي هو الحوالة، هذا لما يكون عندهم إجراءات اللي هو لما يكون اللي هو المبلغ أقل من 20,000 ريال، وبعد هذا اللي هو تحرر حوالة فقط اللي هو الحوالة، يعني سووا علاقة ما بين لما يكون أقل من 20,000 ريال فبيكون عن طريق الحوالة على صندوقها بالمبلغ المطلوب صرفه. طبعا يكون القيد من حساب اللي هو المصروفات، انت عارفين ان المصروفات اول ما تبدأ تكون مدينة الى حساب الحوالات، وبعد ذلك من حساب الحوالات الى حساب الصندوق. ففرضا المثال يوضح لنا اكثر، قال تم استيفاء المستندات اللازمة لصرف مبلغ 4500 عبارة عن مكافأة لأحد الموظفين. أحد الموظفين استحق مكافأة مبلغ 4500 لأحد الموظفين، حيث تم تحرير أمر اعتماد صرف بالمبلغ، يثبت ذلك بالقيد الآتي. نقول من حساب مصروفات الميزانية بند 201، تلاحظون في المذكرات اللي انا وضعت لكم اللي احنا قلنا المصروفات لها 4 ابواب، من ضمنها طبعا اللي هو رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وايضا اللي هو بدلات. فتلاحظون المصروفات هذه يضعون لها ايضا بند، فترجعونه موجود عند اللي هو 201 اللي هو بند مصروفات الميزانية، بند 201 4500 إلى حساب الحوالات. اثنين، استلام الموظف الحوالة لما هو يستلم الحوالة وقام بصرفها اللي هو من الصندوق، وورد كشف المدفوعات مرفقا به الحوالة، يعني استلم الآن اللي هو الدراهم، يثبت القيد الآتي مثل المحاسبة المالية من حساب الحوالات إلى حساب اللي هو الصندوق، الصندوق الآن هو اللي دفعه اللي دائن. فانتهينا من اللي هو عمليات الصرف، هذا لما يكون أقل من 20,000، واضحين اللي هو أقل من 20,000. لما يكون أكبر من 20,000 اللي هو صرف مبلغ 20,000 أكثر، أما إذا أرادت اللي هو المصلحة صرف مبلغ 20,000 فأكثر، فعليه أن تحرر أمر اعتماد صرف للحصول على اعتماد صاحب الصلاحية، وتقضى بناء على هذا الأمر مستندا آخر يسمى أمر دفع. حطوا خط تحت أمر دفع، ألقوها ب أنه يكون أكثر من 20,000 ريال. أما اللي هو أقل اللي هو فوق في 32 أقل اللي هو يصرف له اللي هو الحوالة أمر، فيوجه إلى وزارة المالية وحينئذ يحرر اللي هو القيد. فنقول من حساب اللي هو المصروفات إلى حساب أوامر الدفع، ما نكتب اللي هو الحوالة، ليه؟ لأن أكبر من 20,000 ريال، إلى حساب أوامر الدفع. بمجرد استلام وزارة المالية هذا الأمر الذي جاء من المصلحة تقوم بتحرير شيك على طبعا مؤسسة النقد بالمبلغ اللي هو المطلوب. يعني تصور الآن أنت أي واحدة منكم عندها حساب، الحساب هذا موجود في أي بنك من البنوك، فتصرف تصرف تصرفين عن طريق اللي هو لما تحررين شيك وتعطينه اللي هو الآخرين. وزارة المالية البنك اللي لها، لو كانت فرضا اللي هو شخص وزارة المالية، البنك اللي لها مؤسسة النقد العربي السعودي، فلذلك ذال بالنسبة إلى اللي هو المصلحة تقوم بتحرير شيك على مؤسسة النقد بالمبلغ المطلوب صرفه، وفي نفس الوقت ترسل إشعارا إلى المصلحة بأن المبلغ المطلوب صرفه والموضح بأمر الدفع المذكور قد تم تحويله إلى مؤسسة النقد للصرف. فمؤسسة النقد اللي الآن بتصرف، فلذلك قلنا من حساب المصروفات إلى حساب أوامر الدفع. طبعا حساب المصروفات البند المختص، ويضعون رقم اللي هو البند.
طبعا بتحرير اذن اللي هو اذن اللي هو التسمية، يكون القيد من حساب اوامر الدفع الى حساب جاري وزارة المالية. لو اخذنا مثال، قال تم تحرير امر اعتماد صرف 160,000 ريال، وذلك لسداد مستحقات احد محلات قطع الغيار مقابل ما قام بتوريده، يعني واحد من قطع الغيار ورد له الحكومة توريد قطع غيار لسيارات الوحدة الحكومية أو وزارة التربية أو وزارة التعليم وهكذا. الآن هو يطالب اللي هو الحكومة 160,000 ريال، ايش بيكون اللي هو القيد؟ فنقول من حساب مصروفات الميزانية، ونضع اللي هو البند، من أي بند سوف نصرف اللي هو 225 إلى حساب أوامر الدفع. تمام. الخطوة الثانية هو ورود من وزارة المالية ما يفيد بتحويل أمر الدفع للصرف من مؤسسة النقد، يثبت القيد نقول 160,000 ريال من حساب أوامر الدفع إلى حساب جاري وزارة المالية. صرف أيضا اللي هو رواتب الموظفين، مثال عليها بعد إجراءات اللي هو التدقيق اللازمة، يعني الإجراءات الروتينية بالنسبة إلى مسيرات الرواتب، يكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي: من حساب المصروفات والبنود المختصة، ونضع أيضا الرقم بالنسبة إلى اللي هو المصروفات، مثل ما أخذنا أن المصروفات لها 4 أبواب. إلى مذكورين، نحن الآن بالنسبة إلى المسيرات أو الرواتب، حساب أوامر الدفع باسم مصلحة المعاشات والتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم. تلاحظون أن كل موظف له أو يقتطع من اللي هو راتبه لمصلحة اللي هو التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأيضا الإيرادات التي قد تضاف للإيرادات كالجزاءات، لو كان فيه موجود عنده عليه اللي هو الخصميات من راتبه. وأيضا الأمانات بناخذها، أيضا الأمانات المبالغ اللي قد تعلى بالأمانة لسبب أو لآخر. طبعا اللي هو لما نقول اللي هو الأمانات، معناها أن في مبالغ للمواطن لدى اللي هو الحكومة، فالحكومة كأنها الآن ماسكة اللي هو الأمانة هذه، بناخذها إن شاء الله فيما بعد اللي هو الأمانات، بالإضافة إلى اللي هو العهد. أيضا اللي هو أخيرا أوامر الدفع قيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد اللي هو الصرف. هذا بالنسبة إلى صافي الرواتب بعد اقتطاع، تلاحظون 1 المعاشات أو معاشات اللي هو التقاعد، وأيضا لو كان مخصوم منه اللي هو بعض اللي هو الجزاءات بالنسبة إلى الدولة، تعتبر من ضمن الإيرادات، ولذلك كتب حساب اللي هو الإيرادات من بين قوسين المبالغ التي قد تضاف للإيرادات كالجزاءات. أيضا اللي هو الأمانات اللي هو قلنا مبالغ تكون موجودة للدولة لصالح أحد اللي هو المواطنين، وأيضا هذه يعلى عليها. وأوامر اللي هو الدفع آخر شيء بصافي الرواتب بعد اعتماد اللي هو الصرف. طبعا الحمد لله، يعني تطور كبير جدا لاحظناه في سنوات اللي هو الأخيرة، إن هذه الأوراق أو الكتابات أو هذول انتفت، وإنما صار صرف اللي هو الرواتب آليا. وتلاحظون يعني يمكن منكم اللي هو موظف ما يأتي اللي هو الاستلام، على حد كان اللي هو الاستلام عن طريق اللي هو النقد، كنا ناخذ نقد وبعدين بشيكات، الآن اللي هو الإيداع اللي هو الإلكتروني. نظام التحويل اللي هو الرواتب عن طريق اللي هو نظام يسمى نظام سريع،
كان صرف الرواتب الموظفين يتم سابقا بشكل نقدي، أنا لحقت عليه، من عميل له الصندوق، ثم أصبح الموظفون يستلمون رواتب بواسطة الشيكات أيضا، كان اللي هو عن طريق اللي هو الشيك فيصرف اللي هو الراتب. الآن الحمد لله عن طريق اللي هو الإيداع المباشر. ابتداء من عام ألف وتس... من 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 1419 من 1419 قامت وزارة المالية باستخدام نظام متطور لتحويل الرواتب مباشرة على حساب الموظفين الخاصة، ومفتوحة في جميع البنوك، أي ما في احتكار لأي بنك، أي بنك يختاره. ويعرف هذا طبعا اللي هو النظام باسم التحويلات السريعة، اللي هو من قسم سريع. يتطلب الأمر قيام الموظف بتحديد البنك، فقط تحدد اللي هو البنك اللي ترغب تحويل الراتب عليه أو أحد المستحقات إلى حسابه اللي هو جاري، علما بأن الموظف له كامل طبعا الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه. هذا بالنسبة إلى طبعا، وتجد الإشارة إلى أن الإجراءات هذه، يعني معلومة جدا ممتازة، تجد الإشارة إلى أن الإجراءات المحاسبية تبقى كما هي، نفسها مستخدمة في طريقتي الصرف السابقتين. ما يبقى إلا موضوعين، الموضوع اللي أبغيكم يعني تنتبهون له، اللي هو الحسابات، اللي هو الأمانات. شو اللي نقصد اللي هو بالأمانات؟ دائما مر علينا حساب الأمانات، حساب، وأيضا اللي هو حساب العهد اللي موجود في صفحة رقم 38. مثل ما قلت لكم المذكرة هذه لا تغلقون، يعني خلوها كمرجع لكم، للي فرضا ما فهم المذكرة اللي موجودة عند الدكتور خالد القاضي موجودة هذه، أنا أشوفها أفضل. خلنا مرة على اللي هو الحسابات السريع. متى نختم؟ انتهى الوقت تقريبا، فإن شاء الله بأرجع لهم. فلذلك هذه ليست رئيسية عشان ما تتعبون وتفكرون فيها وتقولون هذا أنا وضعها فقط كمرجع، فقط كمرجع. نختتم المقرر بإذن الله، بإذن الله. فما يبقى إن شاء الله الأسبوع القادم بعطيكم بعض نمر على الأسئلة المهمة في اللي هو الأبواب، ونعمل لكم بإذن الله اللي هو مراجعة سريعة. هذا اللي بقيت أقوله. في أحد عنده أي سؤال قبل ما نختم يا شباب؟ لا تهمكم، هذه فقط كمرجع، بس ركزوا على اللي أنا المحاضرات اللي هو السابقة. طبعا أنا وضعت لما حصلت فيه نوعا ما في صعوبة في، ولاحظتوهم أنتم في فهم الدكتور خالد، هذه أفضل، حتى مذكرته هذه أفضل. بارك الله فيك يا وليدي يا إبراهيم، لا شكر على واجب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.